بسم الله الرحمن الرحيم. فبتوجيهات مباركة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بتشغيل الطاقة التشغيلية لأعلى مستوياتها استعدادا لاستقبال الزائر والمصلي خلال موسم شهر رمضان المبارك. اليوم ولله الحمد تم توزيع ماء زمزم بأكثر من طريقة في جميع أروقة المسجد النبوي وسطحه وساحاته. اليوم لدينا أكثر من 12 ألف حافظة مبرد وغير مبرد تم توزيعها من المسجد النبوي. لدينا أكثر من 10,000 حافظة تم تجهيزها استعدادا لإنزالها بالخدمة متى ما دعت الحاجة. لدينا اليوم ولله الحمد عربات ذوي الإعاقة وكبار السن تم إنزالها من المسجد النبوي. لدينا حافظات حمولة على الظهر يتم توزيعها في الأماكن التي يصعب وصول حافظات ماء زمزم لها. لدينا اليوم ولله الحمد توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد مبردة وغير مبردة. لدينا أكثر من 500 ما بين موظف وعامل ومشرف جميعهم مدربون ومهيئون لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.